مرسال مولد خمسة ترضى المولد كربلائي زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة ترضى المولد كربلائي يا قلبي طاير من ضلوعي أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وبشعبان شعبان فوتني خلت وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على قمر بني هاشم السلام على زين العباد السلام على علي بن الحسين السلام على بقية الله في أرضه وحجته على خلقه وناصر دينه صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته. أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامنا وأيامكم في هذا اليوم المبارك والعظيم ألا وهو يوم ولادة حجة الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أحبة المشاهدين نرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه الولادة العطرة عادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وجعلنا وإياكم من أنصار صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذه الحلقة المختلفة عن سابقاتها إن شاء الله مع خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه وأن ندخل الفرح والسرور على قلوب المؤمنين الموالين شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا هكذا يكون المؤمن الموالي ويفرح لمحمد وآل محمد سلام الله عليهم أجمعين بما يرتضونه محمد وآل محمد سلام الله عليهم لا بما ترضاه أهواؤنا أو أهواء الناس أو البعيدين عن الخط الحسيني أو الخط المهدوي فأنا وإياكم أحبة المشاهدين نتشارك هذه الفرحة العظيمة مع خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه من أصوات حسينية مهمة في الساحة الحسينية ومن اليمين أبتدئ مع الملا مهدي المنقوشي حياك الله يا حبيبي الله وأسعد الله أيامك إن شاء الله أسعد الله أيامنا وأيامكم شيخنا العزيز وأستاذنا الفاضل أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم لخدمة محمد وآل محمد وجعلنا دائما وإياكم تحت خيمتهم وتحت رايتهم آمين يا رب العالمين واجعلنا من المستشفعين بهم إن شاء الله في يوم القيامة متباركين وأسعد الله أيامكم الله جميعا إن شاء الله يا حبيبي يا بعد روح ملاتي وكلك يمين حبيبي وانتو الخير والبركة ومنكم نتعلم نعم من أكثر الغالي يا ملا عبد المنعم الأسدي شرفتنا وسعد الله أيامك إن شاء الله سعد الله أيامكم وأيامنا بالولادة الميمونة لصاحب العصر والزمان كذلك نهني عالمنا الإسلامي مراجعنا العظام بهذه الولادات المباركة وسأل من المولى أبو عبد الله أن نكون في سفينته وهو الشفيع يوم القيامة آمين رب العالمين جميعا ذكرت بالحلقات السابقة للأخوة الضيوف جميعا أن الجيل الخدمة الحسينية الحالي قد حمل رسالة الجيل السابق فعلا وهاي الرسالة لازم توصل للجيل اللاحق لازم نوصلها فهاي نوصلها بأنه نأرخ الخدمة الحسينية اليوم الحلقات التلفزيونية جزء من التأريخ سوف يحفظ ويوثق هذا التاريخ ويحتفظ به حتى يبقى رسالة للجيل السابق وحتى ملا مهدي يصير شبير بعد يتذكر كما أخذ الرأي يسلم الرأي يسلم الرأي حسنتم فحتى الجيل بعدين بعد 50 سنة راح يصير أكو تطور إعلامي أكبر وراح الخدمة الحسينية تمر بمعترك أكبر من هذا الموجود اليوم الخدمة الحسينية تواجه مصاعب كبيرة لأن تحيطها كل الذئاب تريد تهتوشها زين فأريد نبقي هذا الأرشيف إلى الجيل القادم حتى شنو يقدر أقلها يرجع إلى تراثه
في لحظة إدراك. صح سن. حتما أنه راح البعض يميل ويا المنعطفات القادمة، فيحتاج إلى تأريخ يراجع، يصير عنده لحظة إدراك بأنه يرجع إلى الأصل والأصول الحسينية للأسلاف في الخدمة الحسينية. فهذا أرد أبتدي به الحلقة، وأوثق أخذ منكم تأريخ أبتدي به هذه الحلقة، ويسمح لنا ملا مهدي لأن هو باليمين، أبدأ من ملا عبد المنعم. أستاذنا نتعلم منك. الله يحفظكم إن شاء الله تعالى. وحتما إحنا من عالم الذر بادين ويا الحسين، واختارين الحسين، هاي سالفة منتهين منها. لا، إحنا نتكلم عن شغلنا ويا الحسين. فعلا ملاشنا الحسين، شغلنا ويا الباية الأولى ويا سيد الشهداء، أو باية الخدمة الحسينية اللي تحس الحسين أخذ بيدك بيها وقادك صعدك بالدرج مالته. الباية الأولى شلون بدت ومن بداها وياك؟ سولف لنا إياها يا مولى عبد المنعم. مرة ثانية نشكر كادر قناة الإمام المهدي عجبة فرجة على هذه الإبارة. حقيقة الخدمة الحسينية كل إنسان يطمح لها، ولكن أكو هناك عوامل كل إنسان يمر بها، وهي العوامل النفسية. كثير من المغريات دخلت في هذا المجال تفسد على الشاب اللي يدخل في هذا النمو. ترك وهو اختبار حقيقي، لأن خدمة الحسين سيفين ذو حدين. نعم. فالبداية، إحنا البداية كبداية أي رادود عندما يسمع عن الإمام الحسين من نشأته يكون هو القدوة وهو الضامن، ولهذا السبب يتعلق في مجالس الحسين ويبدي في مجالس الحسين. ولهذا السبب أنا أحكي عن نفسي، منذ الصغر تراودنا، لأن إحنا من نشأنا من بيت حسيني وعائلة حسينية، ولهذا السبب أعطاني حافز معنوي. يعني أثر الأب والأم فعلني على خدمتك. فعلني على الفطرة السنية من هالسماء كانوا علماء، ولكن فطرتهم حسينية. ولهذا السبب شوفنا إحنا كعائلة الكثير، يعني ولله الحمد، أشوف عندي الأخ الأكبر سماحة الشيخ عبد الحسين الأسدي خطيب حسيني، الله يحفظه، تحياتي. كذلك ولد أختي ملا عمار ملا كرار، ابن أختي خطيب حسيني الشيخ أحمد الأسدي، كثير. ولهذا السبب صار عندنا شلون منافسة، فليتنافس المتنافسون. جميل جميل جميل، ولله الحمد ومشت هذه المسيرة. يعني مع الحسين الخدمة الحسينية، خلينا نسميها الخدمة الحسينية، أخو الكل العوائل المؤمنة والموالية لمحمد وآل محمد هي تخدم الحسين. لكن الخدمة المنبرية نسميها، المنبرية صح، الخدمة المنبرية وراثة حصلتها. هي ما كانت وراثة، ها، ولكن اجت عن طريق شلون العشق المجالس الحسينية. ها، اجت من طريق العشق المجالس، وكان اخي هو الملهم الاكبر، كان خطيب حسيني. جميل. ها، فحفزني على هذا الشيء اخي سماحة الشيخ. يعني هو اللي اكتشف صوتك؟ فهو اللي اكتشف وهو اللي حفزني، اعطاني حافز. وكل انسان الامام علي عليه السلام يقول الاخ مثابة الاب، يعني هذا اثر الاخ الكبير الصالح. شلون ياثر باخوانه؟ فاعطاني حافز، من هذا الحافز اللي خلاني اصعد المنبر باي باي، ولله الحمد. يعني الان الشيخ عبد الحسين فعلا له اثر وإلى فضل عليك فعلا، الله يحفظه ان شاء الله. سلمنا الله ان يشافي ان شاء الله يا رب، في الصحه والعافيه. صحه وسلامه ان شاء الله. ملا مهدي المنقوشي، استاذ الحبيب، يعني سولف لنا سالفتك. بما هي بما انزلت بما انزلت طبعا، يعني لازلت انت في بدايه حياتك الحسينيه. اذا نريد نقيسك كعمر سني فانت تعتبر شاب الان في مقتبل عمرك. صح. لكن خدمتك الحسينيه صار لها سنين فعلا طويله. الحمد لله. منذ الطفوله جدا. احسنت. اريد ذاكرتك هاي منذ الطفوله، شلون عشتها وشلون صعدت المنبر؟ يعني قادتني الذاكره الى تلك المجالس التي كانت تقام في بيت جدي المرحوم حاج بحر المنقوشي في ايام المنع. يعني تعرفون حضراتكم كان المجالس مو مثل هسه بنعمه الحمد لله رب العالمين، نقدر نقيم المجالس، نحييها، نحضرها، نشارك بها. فيعني الذاكره اخذتني الى ذلك البيت المتواضع والى ذلك العزاء ذو البكاء والانين الحسيني والمجلس المخلص، خلينا نقول يعني مجالس البيت هي اللي سوتها، زرعت بقلوبنا حب الامام الحسين عليه السلام وحب خدمته ايضا.
وكنت اتذكر مولى عبد الامير الاموي الله يحفظه ان شاء الله، الله يحفظه ان شاء الله ابونا، تحياتنا اكيد خالص تحايا والود والاحترام. كان هو اللي يرتقي المنبر، واللي حد الان يعني في بيوتنا من قيم العزاء حج عبد الامير هو اللي يقيم المجالس، فكان هو اللي يقيم المجلس. كان من ينزل من المجلس مهدي يرتقي المنبر ورا ما يكملون المجلس يروحون العالم كذا، اردد بعض الكلمات اللي حفظتها من خلال القصيده اللي قراها اليوم. احب تقلد عبد الامير، اي احب اقلد بالبدايه، بعدين شوية شوية يعني من خلال المدرسة العتبة الحسينية كانوا يفترون بالمدارس مثلا يأخذون الطاقات الإنشادية وكذا. جميل. فيعني طرحوا بعض الأناشيد كاختبار للتلاميذ الموجودين، وكنت أنا من المقبولين. كانت في وقتها أنشودة طلع البدر علينا كان يختبرون بها، أديت هذه الأنشودة، من بعدها اختاروا كم شخص من المدارس فرحنا نأدي فد أنشودة بالعتبة الحسينية، ومن بعدها بدأت المسيرة بلقانا بسماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية سماحة الشيخ عبد المهدي، ووجه باستمرارنا بهذا الخط المبارك، ووجه بكل الدعم أكيد خالص التحايا والود والاحترام والتقدير لهذا الشخص المبارك الذي كان ولا زال بصراحة يعني بصدد دعمنا وإرشادنا إلى طريق الخدمة الحسينية. وإلى الآن أنا مستمر بفضل دعوات والدي وفضل سماحة الشيخ الكربلائي والإخوة المحبين، والحمد لله رب العالمين، فمنذ الصغر إلى الآن وإن شاء الله مستمرين. هنيئا لك. أنا من هذا المجمل الكلام نعم حصلت نتائج أنه البذرة الأولى كانت بيت الجد صح حج بحر الله يرحمه، الله يرحم والديكم إن شاء الله، وكان يقيم المجلس في البيت فأثرت بك هاي البذرة صح. من اكتشف هذه البذرة المدرسة التربوية اللي كنت تدرس بيها صحيح، فهذا يبين إلى أنه أثر المدارس التربوية على نشأة أولادنا وشون تكتشف الطاقات ومن ضمنها الطاقات الحسينية. أحسنتم بالفعل، أحسنتم. وبالتحديد منو ساعدك كثيرا بتنمية هاي الطاقة؟ يعني يجي بعد الحج الوالد تحياتي له طبعا، يجي الأستاذ علي المنظور. لا الوالد بعد الوالد يجي، الوالد هو أكثر شيء اهتم بطاقتك. وإلى الآن أنا أعرفها أنا أريدك أنت تسولف. نعم وإلى الآن أنا أدري بوالدك كرس كل طاقته كل حياته لأجل مهدي، بالتالي وترك عمله لأجل خدمة الإمام حسين وليكون معي في هذا الطريق. فيعني من بدايتي من ما بلغوا الأخوة وفد العتبة أنه مهدي عنده إمكانية، مهدي عنده صوت مثلا يقدر يصعد قصائد أناشيد حسينية، فبصراحة فرغ، هو كان عنده يعني عمل خاص عمل حر، فرغ نفسه وترك العمل ليكون داعم أول في هذا الخط المبارك. من بعدها ذكرت لك الأستاذ علي المنظور ابن الشاعر المنظور الكاظم المنظور الكربلائي رحمة الله عليه، تحياتنا لهم ورحمة الله على الماضين من الخدمة خدمة الإمام الحسين سلام الله. أحسنت يا ملا مهدي، السلام عليكم حبيب. إن شاء الله يحفظك، إن شاء الله هذه تبقى ذكر إن شاء الله تعالى للخدمة جميعا إن شاء الله. ملا عبد المنعم حبيبي أستاذ غالي، وأنت عبد الله عز وجل منعم وعبد له، وكذلك الحسين منعم عليك فدول عمرك وأنت عبد له. نعم. فماذا تقول لسيدك ومولاك الحسين ابن علي ابن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين في هذه الليلة؟ الحمد لله على كل حال. السلام عليك يا مولاي أبو عبد الله المخلص الموفق سيد عادل الموسوي حقيقة، الله يحفظه إن شاء الله. يقول حبينا الحسين من المهد للموت، حبينا الحسين من المهد للموت، بحيث احتار بين الزين والموزين. احنا اهل العشق مو عشق هذا وذاك، نحبه بالقلوب نشوفه مو بالعين، حبينا الحسين واحنا ما شفنا مولاي، حبينا الحسين واحنا ما شفنا، لو شفنا من زمان كان ميتين،
ميتين شاء الله نصير بهالوقت خدام 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 والهاي المشي أهواي ممنونين. شفنا شفنا الدنيا عالم واحنا عالم خاص. ميزنا ابو علي. شفنا الدنيا عالم واحنا عالم خاص، مشغولين ملهوفين محترقين عمي مشغولين ملهوفين محترقين، تلقان 24 ساعة نزور نزور وبعدنا بكربلة ونصيح مشتاقين. الله بعدنا بكربلة. اي والله ونصيح مشتاقين بعدنا بعدنا بكربلة ونصيح مشتاقين. الحب عندنا اختصار بلزمة الشباك. الله الله الله. الحب عندنا اي والله اختصار بلزمة الشباك. الحب عندنا اختصار بلزمة الشباك، ونفرح لو بجينا ونحس مرزوقين مرزوقين. نفرح لو بجينا اجتماع المتناقضات. الله نفرح لو بجينا اي نفرح نفرح لو 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 بجينا ونحس مرزوقين. موش المادة أصل الرزق يا ناس يا 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 ناس أصل الرزق عندنا عمي أصل الرزق عندنا هو حب الحسين. أقول على على حبك وعشيعي مولاي أبو عبد الله يا أبو حسين. على حبك وعشيعي وعابس وعابس وحبك جون علمنا وعابس وعابس وضد خصمك علن حربه وعابس وعابس وسرب دمنا العشق يا ابني الزكي يا صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حسن الله عليك حبيبي. يقولون الرادود من ينطق القوته بالبدايه يعني كسر كل مجلس. هسه احنا ما ندري بعد كسريت لو هاي البدايه ذا البدايه هاي هيك والله في دول عمرك هذا احتز بيه استاذ الغالي وكذلك الاخ الصديق والحبيب من المهدي ما رحبنا به حقيقه صديق قريب عليه خيك الله يسلمك ان شاء الله في دول عمره. والله بعد ما ادري هو المشكله المره ورطنا من البداية صعد فوق كل ما لاته انت من البداية وصعد فوق ان شاء الله تعالى بارك فيك. لا تكون هي مو قصيدة افراح ولكن دائما استذكر ما صاها هواي من كتبة القصيدة سيد علي الموسى وتحياتنا لك كتبها. الله يكون نفس الشعر. اي سيد علي قريب علينا ونعم تحياتنا. فيعني حسيتها انه دائما هي قريبة علي القصيدة حاكي لسان حالي تسولف بها ويا انا جاي اسولف بها. احسنت. أخجلي من جروحك ما أقول شلونك لو علي ما راضي
والله ضيع بدونك أخجلي من جروحك ما أقولي شلونك لو علي ما راضي والله ضيع بدونك واعترف يا حسيني فضلك مسويني واعترف يا حسيني فضلك مسويني والله ضيع بدونك حسين اريدك تمد لي ايدك حتى ما تغريني مولاي المشاهد انا احبك بس خافين خاف يطلع هالعشق من طرف واحد انا احبك بس اريدن خاف يطلع هالعشق من طرف واحد وبعد مولاي اريد انك تبادلني ابو اليم العشيق يموت بياض وجه باكر لي حبك صديق يكون ارضيك يا حسيني قبل لا نفترق يكون ارضيك يا حسيني قبل لا نفترق اندفن واحبابي الوحدي خلوني اندفن واحبابي وحدي تخليني وانت لو ما راضي يعني ما تلفيني خاف اموت باكر ومن حنانك خاسر والله ضيع بدونك يا ابا عبد الله احسنت احسن الله اليك ولا تهون ملا عبد ما توافقني الراي او لا خادمة ملا مهدي حاليا من قرى الاحساس كان سابق الصوت فعلا كان قصيدة ما نسمع صوت هي عبارة عن مشاعر وإحساس اي ما كنت تسمع صوت الله يوفق السيد علي الموسوي حقه مثلتني ما هي مثلت صوت سمعت إحساس إحساسي فعلا الله يبارك فيك فهو صعد بالإحساس بالإحساس هني اللي كتبه حقيقة السيد علي الموسوي هذا الشاعر المبدع الرادود الموفق الله يستر من تالي تحياتنا للشاعر اي والله الله يستر من تالي تحياتنا للشاعر السيد علي الله يحفظه إن شاء الله الموسوي وهنيئا له حقيقه من الابيات انه خاف الحب من طرف واحد أيه. هذا اكثر شيء خوف الحسيني صح اي هي شوف خاف مثلها هو جسدها حسيني جسدها يعني لا نتخذ الحسين صوره يعني كهيك أيه. كغلاف فنت فلازم يعني تتخيل انه انت تحب الحسين بس الحسين ما يحبك فعلا موقف مرعب والله يكذب الجد طبعا طبعا طبع. يعني احنا الله لا يخلينا بهذا الموضوع ايوه الموقف من العده ضمان اللي هسه تجيب لي واحد عده ضمان متيقن الحسين يحبه صح ماكو ضمان ترى حتى لو كان عنده ضمان تكون متذبذب حتى لو نريد نسولف نقول ان الحسين يحب احبابه وكلهن وتجيب روايه احب الله من احب حسين وهالشكل جوزته موقف مزعله زين بس هل يقينا انت عندك صك مكتوب به الحسين أبدأ. يحبك ابدا هي ماكو ضمان فعلا لهالسبب احنا خلينا الضمان بس بأعمالك تشوفه يمكن هو الأعمال أيه. يعني أكو مقولة عند السيد جاسم الله يرحمه الله يرحمه الله تعالى جعل مثواه الجنة
يقول افعل كما يريد منك الحسين ولا تعمل كما تريد انت من الحسين. يعني مو انت من المعقول انت تريد من الحسين، لا شلون الحسين يريد منك اشياء طهارة القلب، النية صافية، الأعمال الصادقة. أحسنت مولا اليوم حب لأخيك، مو بس يصعد المنبر وقال يا حسين ومصابة، لا 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 حتما لا. هاي كل هاي مجرد كلام نطرحه احنا. أحسنت، ولكن الأفعال ولكن موجودة تتصف الأفعال. بصفات الإمام توصل لجزء من عدها. أحسنتي، بارك الله بكم. أحسنتم. أنا بعدين أرجع لمقطع في زيارة الإمام الحسين، قاعد أنه أرد أطلع النص. هذا في زيارة الإمام الحسين في يوم النصف من شعبان، ذكر قضية أنه ملا مهدي في يوم النصف من شعبان أكو زيارة خاصة بالإمام الحسين سلام الله عليه، زيارة يوم النصف، لأن أكو مقطع ذكر أنه موتي خاف مات الفيني. زين، في هذه بالتحديد مذكورة في يوم النصف من مو الليلة، منتصف في يوم النصف من شعبان. ما شاء الله. في انه يذكر الزائر الحمد لله، خلينا نذكر النص يا ريتي والله، خلينا نذكر النص. نكسب الثواب سويته، نكسب وكنا بنيه زياره الامام الحسين في هذا اليوم. يا الله عبد الله. الحمد لله العلي العظيم، والسلام عليك ايها العبد الصالح الزكي، اودعك شهاده مني لك تقربني اليك في يوم شفاعتك، أشهد أنك، هاي الشهادة، أشهد أنك قتلت ولم تمت، بل برجاء حياتك حييت قلوب شيعتك، وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك. يعني مو بزودنا، لا 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 والله مو بزودنا احنا ندليناك. بضياء نورك اهتدى الطالبون إليك، وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا، وأشهد أن هذه التربة تربتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا المصرع مصرع بدنك، وروحك لا ذليل والله معزك، ولا مغلوب والله ناصرك. هذه شهادة، هاي هنا محل الشهادة، هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك. الله 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 إمام كلام الله، هاي شهادتي إلى يوم قبض روحي بحضرتك. وين بحضرتك، مو بالحرم القصد، بحضرتك يعني عندك أنت. عندك يعني الإمام الحسين، شوف يعني شلون ما كنت أنت، يحبك ما يحبك ما أدري شنو، بساعة ما ماتك راح يكون موجود. تخيل أنت لو كنت مو بدربة، مو دار فعلا، ويقابلك ويتحسر، يباوع لك بحسره، اللي يطببك الجهنم اهون. اي والله ياخذوك الجهنم اهون من نظرات الحسين، نظرات الحسره والعتب بذاك اليوم. فعلا. اي والله ابو عبد الله، ما ادري احنا رحنا مكان ثاني الحلقه، يستاهل ابو علي. ابو علي نريد نقلب الحلقه ونروح حلقه ثانيه قدام احنا يا ابو عبد الله، دائما اللي يغير كل الامور وكل الموازين وينقلنا الى عالم النجاة. اخر هو اللي نحسه موجود ويانا بكل شده. قولتنا مثل الطفل من يضيع يتشلب بكل عبايه. الله الله الله. زين، فمعبر عنها في المرة مثل الطفل ضايع، كل المهم طفل ضايع كل طخة عباية يقول هاي أمي. زين، فحقيقة احنا بدون أبو فاضل طفل وضايع، بدون أبو فاضل طفل وضايع، بس يريد خيمة يتشلب بيها، راية يتشلب بيها، بس من موجود أبو فاضل احنا نمشي بزودنا، حتى ما عندنا حيل وقوه عليه سلمى بيد ابو فاضل وطلع قبل. فعلا فعلا هذا اللي تربينا عليه. فعلا فبكل وجودنا نحس ابو فاضل موجود، كل شدايدنا ابو فاضل موجود. نذكر ابو فاضل هاي الليله مولى عبد المنعم،
وشي سولف ويا ابو فاضل الليله، خليكم انتم تسولفون ويا ابو فاضل بيناتكم. يا سلام. طلعونا انا خارج قوس. عندك رب هو ساتر. اسمع والله. اي هو ساتر ملاتي بارك الله بك. نخلي وقت حتى انه لا نتجاوز على وقت الحلقه. حسنت. تمام عندنا وقت ان شاء الله. خادم انا لك. مخدوم يا بعد روح. اقول اثنين قمار بيهم رفعه الراس. اثنين قمار بيهم رفعه الراس، خوش. اثنين قمار بيهم رفعة الراس، واحد بالسماء والثاني عباس. يا قمر العشيرة يا بالفضل مولاي. اثنين قمار بيهم رفعة الراس، واحد بالسماء والثاني عباس. واحد حمى النور وواحد يحمل احساس، واحد حمى النور وواحد احساس، واحد احساس والاول خادم للثاني والأول، خادم للثاني والأول، خادم للثاني والأول، خادم للثاني. آه تطلق تطلق أمة تطلق جابة العباس. نعم من الفاضل. تطلق أمة تطلق جابة العباس، جابة غيرة والله وتضحية وإحساس. نعم. شنو؟ جابت غيرة والله وتضحية وإحساس، بجفوف القمر للخوة دق الساس. إيه. ها قدام العباس. آه. ها بجفوف الخوة موافيها، بجفوف الخوة موافيها، بجفوف الخوة موافيها. أقول إن ولد لم الوفا مولود ما منه. عفوا أبد. أكو إن ولد لم الوفا مولود ما منه، وكذب مثل بعد نسوان جابنه. والنعم أبو فاضل. أقول قمر عباس حتى هنا قمر عباس حتى هناك بالجنة، والجنة تبوسة من جفوفة، والجنة تبوسة من جفوفة، والجنة تبوسة من جفوفة، والجنة تبوسة لأصحاب الحوائج إذا تصعب الحاجة ويصعب المطلب. الله. شنو تسوي يا طالب الحاجة؟ أيوة. عمي إذا تصعب الحاجة ويصعب المطلب، يم واحد أبد هالحاجة ما تصعب. من هذا الواحد؟ حاشة تصعب يم. للعباس اقصيد اقصيد حلفه بزينب. ايه؟ وبزينب حلفه ويقضيها، وبزينب حلفه ويقضيها، وبزينب حلفه ويقضيها، وبزينب حلفه ويقضيها. تشرف الجنة تبوس جف عباس. تشرف الجنة تبوس شف عباس. الله. تشرف الجنة تبوس شف عباس، بيه بيه الوفا ومعنى الوفا ما ينقاس. أخاف. اي تشرف الجنة تبوس شف عباس، بيه الوفا
ومعنى الوفاء ما ينقاس بس بقمر هاشم مولاي يا قمر العشيرة أقول بس بقمر هاشم صاحب النوماس النوماس ها عمي ها أخوتها وهنياله وهنيال الجنة نتبوس هنيال الجنة نتبوس هنيال الجنة نتبوس هنيال الجنة كمل إيه خاد مكانه أقول اثنين يا مولا يا قمر العشيرة يا عندما نذكر المولى مقصرين بحق قمر العشيرة إذا إنسان عادت خدمة مخلوقات والله بخدمته نزل إلى آيات إذا 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 إنسان عادت خدمة مخلوقات والله بخدمته نزل إلى آيات كيف 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 أبو فاضل قاضي الحاجات عمي كيف أبو فاضل قاضي الحاجة قاضي الحاجات ينطيه الباري شما راد ينطيه الباري شما راد ينطيه الباري شما راد ينطيه الباري هذا الموقف حلو تلالي 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 ام البنين وحارت بامره تلالي البنين وحارت بأمره تصد عباس عينه من الزعل حمره الله تصد عباس عينه من الزعل حمره بس نام نام بيوم ذكرت ذكرت زينب الحرة وبزينب قام متلو ليلة وبزينب قام متلو ليلة وبزينب قام يقصد كربلة ليش وشن هي الغاية طالب الحاجة ليش يقصد كربلة شي يسوي أقول يقصد كربلة ليش وشن هي الغاية للعباس يقصد ياخذ الراية يا مولاي مو راية بيمينة ترى مو راية بيمينة للرعب آية مهيوبة بيمين الراية مهيوبة بيمين الراية مهيوبة بيمين الراية على عوينات ألف رحمة على والديك بهاي الليلة وبهذا اليوم إي والله على عوينات ألف رحمة على والديك إي والله شكو ها ترحم لا من صدق مو أرض لا 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 بالعكس لا لا صدق والله على هاي الأصوات هاي الليلة تحياتنا إلى أخونا العزيز والغالي علاء
عوينات إن شاء الله، لأن هو كان على التنسيق. فعلاً جزاه الله خير. جزاه الله خير جزاء. والله ودولي بون الدولي بدولا. واحد منا واحد منا. واحد يرفع واحد. جيل هسه أروح لهذا قل له الله أرجع لهذا. انطونا تفريق. انطونا شوية ها نفس مجال. يا ابن الحلال ذكرك. هيك الفكر مشغول. حياك الله. هيك الفكر مشغول. هلا. المهدي قل لي. هيك الفكر مشغول. يا المهدي كل حين حبك تهيم الناس مثل المجال. حياك الله. حياك الله يا أخي. أهلا وسهلا. هلا. بمكاني. استريح استريح. بمكاني. حياك. علاء. استريح استريح. يا زهرة. استريح استريح. يا هلا وكثير الهلا. واهلا بيك. علي يشهد. علي يشهد قماط امي ومهدي. انا اريد الكل يشارك. احسنت ما شاء الله. جاوبني خادم. جاوبني خدام. علي يشهد قماط امي ومهدي. غيرك ما اذل روحي. ومهدي حسين. حسين الماخذ دموعي. ومهدي ماخذ كل لحد. الله المنية. الله 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 جواب. الله 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 بالخير. الله بالخير. شنو هالسالفه؟ خوش مفاجأة. شنو مفاجأة سيد مصطفى؟ شنو الموضوع هسه؟ الاعداد الاعداد شنو الموضوع هسه؟ الاعداد شنو؟ انا ما ادري بعد. انت خير البركه. انت الخير البركه. الاعداد شنو؟ انت ما ادري عزل شنو اكمل صديق. انت الخير البركه. انت الخير البركه. انت الخير البركه. احنا اليوم نهايه افراح. انا اذن ما اقدر اقعد هيك اكون اقعد عدل. اليوم النهايه مالته والحلقه الختام، واحنا يعني باسم اداره القناه وباسم الكادر كله وباسم كل نشكر جميع من لبى الدعوه في حضور هذا البرنامج اللي قدمه الشيخ ابراهيم وما قصر. والحمد لله اكرم. نعم اكرم. واشكر ايضا كل اللي دعيتهم وما قدروا يلبون لان عندهم التزامات. خادمك. والحمد لله والشكر. واليوم ما قصرت والله. والله اليوم الختام انا توني جاي يعني مو خذت غيبتك يعني يعني قلت رحم الله والدي لعبيه جوله اليوم. واحد يرفع واحد يكبس. خويا بدا بدايه موتنا تموت. قلت لهاي البدايه كسرت المجلس بعد. ايش خليت بعد ملا نعيم او عبد المنعم؟ احنا نمشي على هاي انتوا عندكم. عندنا ملا نعيم. احنا عندنا ملا عبد المنعم. نعم ما اكرم. ياك وملا مهدي هاي بعد تربيتنا. الله يحفظكم حتما ان شاء الله. تربيه المخيم هذا. والنعم والنعم هسه ما انا تيهت صولك عابي. اي يلا انا تيهت اقوم اروح. لا خليك ها اقعد اسولف وياك لو كمل وياك. يلا سمعونا شو سكت. هسه لحظه شنو سمعونا عمي؟ حلقه جديده برنامج افراح شعبانيه. ونرحب بضيفنا العزيز اخونا علاء بدر عوينات. حياك الله. اهلا وسهلا بالشاعر الحسيني الاستاذ علاء بدر عوينات. ونريد نسمع من علاء بدر عوينات سالفه ويا الحسين. الحسين هو كلي. يا مال احنا شعدنا غير الحسين. احنا شعدنا غير الحسين لولا الحسين. ايه. الحسين ما نسوى. ما اقول لك سالفة. انت حكيتها لكن انا راح اقول لك زمان تحمل الضيمك بلاياك. زمان زماني تحمل الضيمك بلاياك وكلام الناس ما يهمني. بلاياك حسين العمر. حسين العمر ما يهمني. حسين العمر ما يسوى. بلاياك نفس تصعد وتنزل انت بيه. الله نفس تصعد وتنزل انت بيه. بي. ابو عبد الله. أيوة سلام الله عليك. أيوة سلام الله عليك اخويا. احنا كنا خلصنا الفقره الثانيه رحنا يم ابو فاضل وطبيت انت فقره ثالثه وهاي السالفه السيد المخرج عليها فصل طبعا. احنا اليوم على لا لحظه لحظه على المهدي. لا لا اليوم على اليوم اطب شفتك بنص الاستديو. شو تسوي بشرفك بنص الاستديو وشفتك مفاجاه بس تيهتني طب علي اياه هذا يريد يقتلني. شو يريد يسوي زين باوعت انا ما شفت الوجه بس باوعت القاط والرباط طبوا علي امن مثلا يعني. سمعتك الصيح بي اجتك. انا قلت تحي جاي اقدم تحيات للاخ علاء عوينات. كل الهلا بيك. فرحتني والله. والله ما قصرت وعشت. الله يحفظك انت ما قصرت ويانا ومشكور. اي أيوة والله كل خدام الحسين اللي جبتهم صدق خدام الحسين زين منهم والله. وانا هم استشكرتهم
ونشكر كل اللي لبى الدعوة والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. من واجبنا وليس من نية. اي والله. سمعنا. انا قبل هاي. لا اي قبل لا اسمع. زين هاي الاتفاقيات اللي من وراي هاي بعدين حسابها. سيد مصطفى البلوشي اتفاقيات من وراي طب واحد الاستديو. لا لا اتفاقيات خوي. تفضل بمندي تفضل بمندي. حلها ايه رمضان اجى وسيد مصطفى ما يقصد لك من باكر اي عزمك على غدا بشهر رمضان اي ملا عبد المنعم خادمك احنا هسه نروح اليوم الفرحه والمولد لصاحب الزمان يا مولاي يا صاحب ننتقل صاحب الزمان الى صاحب الزمان ونطلب منك قصيده كامله الى الامام المهدي سلام الله عليه سلام الله عليه انت ورا قصيده المهدي لا ندير بسيط يا الله من ولد محبوبكم يا أهل موالين أسعد الله قلوبكم خدام الحسين من ولد محبوبكم يا أهل موالين أسعد الله قلوبكم خدام الحسين خدام الحسين من تمر ذكرى الولادة المهدوية ينسعد قلب الموالي بهالمسية كانها أملاك السمة تنادي البرية كانها أملاك السمة تنادي البرية يوم المبارك على أحباب الزكية يوم المبارك على أحباب الزكية ويبتشر متعوبكم وينشف العين أسعد الله قلوبكم خدام الحسين من ولد محبوبكم يا أهل موالين أسعد الله قلوبكم خدام الحسين يلا يا عيد من أعياد ربنا اليوم ينقاس هذا ميلاد الأمل معناها يا ناس اليوم تبديل الحزن بالشمع والياس اليوم تبديل الحزن بالشمع والياس هنوا باليمة الحسين وهنوا عباس هنوا باليمة الحسين وهنوا عباس للفرح مكتوبكم للفرح مكتوبكم يحمل مضامين أسعد الله قلوبكم خدام الحسين من ولد محبوبكم من ولد محبوبكم يا أهل موالين أسعد الله قلوبكم خدام الحسين حتى لو ينزل دمعنا مني العيون هاي معناها الدمع للعترة مرهون صيحوا بوجوه العواذل واليلومون صيحوا بوجوه العواذل واليلومون اليوم ميلاد الإمام النوار الكون اليوم ميلاد الإمام النوار الكون نور الله دروبكم بالمهدي كل حين نور الله دروبكم بالمهدي كل حين أسعد الله أيامكم خدام الحسين الموفق والمخلص سيد علي الموسوي تحياتنا له سنت يقول يمتى تظهر سيدي طال الغياب يمتى تظهر سيدي طال الغياب بيوم ولادك دعينا بالفرج الدنيا من بعدك فلا بيها أمان بغيرك أنت لساني أبدا ما لهج الدنيا من بعدك فلا بيها أمان بغيرك أنت لساني أبدا ما لهج عيوننا متانيتك عيوننا متانيتك وليل ونهار ولك فدوة نقدم أرواحه مهج يا ابو صالح ثور يا ابو صالح ثور مو طال الغياب الناس من بعدك صفت هرجوا مرج الناس من بعدك صفت هرجوا مرج يا صاحب الزمان اي والله هاي لوعتنا اي والله هاي لوعتنا ابو صالح هرقتنا مين ما تلتفت هرجوا مرج خربانه ايه وهرجوا مرج ايه صح صح كل المجالات خلينا هيك نسولف نقول اللهم عجل يا لوليك يا رب اللهم عجل لوليك الفرج مسك الختام ان شاء الله يكون وليدنا يلا خادمكم مهدي المنقوشي خادمكم وفخرنا وعزيزنا عفوا الله يسلمكم انتم الفخر ان شاء الله
ونتنوس بيكم عزتنا وسادتنا. يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح سوية يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح يلا يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح هاي اشتاقينا طلعتك تدرينا شيعتك ناذينا غيبتك تاذينا غيبتك يا وجه الله يا وجه الله حنينا شوفتك شدينا رايتك حسينا بغربتك يا وجه الله يا وجه الله يلا يمتي تروار واحنا العطشانة يمتي ترجع يمتي يا مولانا يمتي موحل البعد أذانة يمتي موحل البعد أذانة يا أبو صالح يا أبو صالح يا أبو صالح يا أبو صالح من ترجع ينجبر خاطرنا من كسر يرخص لك هالعمر يا أغلى الناس يا أغلى يا ريحة كربلة دنيانا قاحلة وهاي صعب مرحلة وهاي صعب مرحلة يا أغلى الناس يا أغلى الناس يلا انت بس انت الخضار البينة انت بس انت الخضار البينة احنا موتة ومن ترد تحينة احنا موتة ومن ترد تحينة لحظة لحظة نحسب تمر بينا لحظة لحظة نحسب تمر بينا يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح يا مهدي اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم اجعلنا من أخلص خدامه بحق محمد وآل محمد اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين ولا تحرمنا هاي الخدمة وهاي اللمة على حب الحسين آمين يا رب العالمين أي أيوة والله بالختام أنا أشكركم فردا فردا شكرا مولا عبد المنعم شكرا على واجب اي والله ما قصرت اليوم تويتنا توي والله يعطيك الصحه والعافيه وعين بارده عليك خشب خشب شوف هذا خشب يمك دق اي والله الحمد لله على كل حال نعم الشاب الوسيم والاشقر الاحمر اي اي اللي يخبل اليوم اي والله عين بارده عليك الله يصلح شكرا لك هاي بس عينك على هاي العمود احنا ما عندنا الجندي المجهول سجاد 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 ما بن ابن ملا عبد المنعم تحياتنا لك سجودي بس لا تجي تطب الاستديو ظل يمك شكرا جزيلا لك الله يخليك الله يسلمك ملا يحفظك مهدي حبيبي شكرا الله جزيلا لك شكرا وتقدير لكم اكيد على دعوتكم جمعتكم الحلوة أسأل الله تعالى أن نجمع هذه الجمعة تحت خيمة محمد وآل محمد في الآخرة آمين يا رب العالمين شكرا لحضوركم معنا أحبة المشاهدين شكرا جزيلا لكم على المتابعة من الحلقة الأولى إلى اليوم إن شاء الله تعالى والتوفيق لكم جميعا شكرا لمؤسسي القناة وإدارتها شكرا لإدارة مكتب كربلاء المقدسة ولكل الكوادر العاملة كل الشكر والتقدير للأخوة المتطوعين في تغطية الزيارة الشعبانية كل الشكر والتقدير للأخوة المصورين الهندسة الصوتية البث المخرج أكو واحد ذاك اليوم نسيت أذكره من ذكرت أسماء أفراد القناة علي كاظم الأخ المونتير تحياتنا إلى إن شاء الله ونسيانا ما ذكرتك فأعتذر منك وكل الشكر والتقدير إلى الأخوة في العتبة الحسينية
والعباسية قسم الإعلام، الأخوة في قسم العتبة الحسينية في إعلام العتبة الحسينية، شكرا جزيلا لهم على تعاونهم معنا في نقل هذه الصورة الحسينية المهدوية إليكم. شكرا للأخوة صفاء الخزعلي وأحمد المنقوشي في الهندسة، هندسة البث، والذين وقفوا معنا في إيصال هذه الصورة إليكم جميعا. خلي أذكر الأسماء، سيد مصطفى. شكرا للأخ حيدر قردلة، شكرا للأخ علي حيدر، شكرا للسيد مصطفى البلوشي، شكرا للأخ عبد الرحمن البديري، شكرا للأخ مروان تكليف بعد خما ناسي واحد زين، شكرا للأخ مرة ثانية علي كاظم، لأن حتى المنقوشي هم عيد المنقوشي باعتبار ابن عمي أحمد. شكرا للأخ أحمد المنقوشي، جتك واسطة. عبد الرحمن البديري جتك إعادة زين، وانتهى وقت البرنامج طبعا. أحبتي المشاهدين، سجلهم أبو عبد الله إن شاء الله اسمهم. شكرا لأبونا سيد فاضل البلوشي، حسن هواي تعب ويانا وما قصر. وصلنا للختام أحبتي المشاهدين، هذا الموسم المهدوي إلى شهر رمضان إن شاء الله، وموسم مهدوي آخر نلتقيكم أحبتي المشاهدين في أمان الله وحفظه. الخط الفرحة مرسال، مولد خمسة تبضع المولد كربلائي، زين بالسم هلال. خط الفرحة مرسال، مولد خمسة تبضع المولد كربلائي، يا قلبي طاير من ضلوعي، أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي، لحسيني من صدق حبيته، قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته.